قبل يومين التقت كاميرا الموصلية بأب لأربعة أبناء معوقين، وكانوا يناشدون الجهات المعنية، أي جهاتكم أنتم بإرجاع رواتبهم التي تم قطعها من قبل الوزارة. ما هو تعليقكم لماذا قطعت الرواتب هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحب أن نوضح أنه وفق التعليمات المعمول بها أنه إعادة الحماية الاجتماعية تكون لرب أسرة ضمن البطاقة التموينية، فلهذا تم قطع الإعانة عن المعوقين. حاليا واجهة البيانات مغلقة بعد أن تم الاتصال بالأخ عامر والد المعوقين الذي ظهر من خلال شاشتكم وقرأ، والحديث معه والاستفسار منه. إن شاء الله مثل ما ذكرت قبل قليل أن واجهة البيانات مغلقة، بعد أن يتم فتح واجهة البيانات سيتم التدقيق، وإن شاء الله انقطع الإعانة عن المعاقين سيتم إضافتهم مع أحد أكبرهم. يعني التعليمات تقول بأنه إذا كانوا 3 معوقين أو 5 معوقين ببطاقة تموينية واحدة، التعليمات تقول أنه ينقطع راتبهم؟ يقطع لكل واحد على حدة، لكن يدمجون براتب واحد بإعانة واحدة. اللي معروف لدى الناس هو راتب واحد يندمجون. فمثلا إذا كان بالرجال بدل ما يستلم كفرد 125 راح يستلمون إذا كانوا 4 أفراد 275، وإذا كان بالمرأة بدل أن يكون 125 راح يكون 325. يعني شلون تتم؟ يعني بدون معاملات لو شلون تتم؟ تتم إن شاء الله هي بالتنسيق بين دائرة الحماية الاجتماعية للرجل والمرأة، سواء كان راتب إذا كان للرجال أو للنساء الأكبر سنًا يتم تحويل الإعانة من الأصغر اللي هم مثل كانوا أولاد أو بنات من قسم إلى قسم. إذا كان أخ وأخت، إذا كان الراتب باسم الكرب أسرة الولد راح تكون الأخت وياه براتب، وإذا كان الاسم باسم البنت كرب أسرة راح يكون الأخ وياه. يعني المطلوب شنو هو من المعوقين حاليًا؟ كثير معوقين موجودين، أخ وأخت أو أخت وأخين، يعني شو يسوون هذول؟ يراجعوكم لو شلون؟ اللي مقطوع رواتبهم، يعني احنا عالجنا كثير من الحالات اللي مقطوع رواتبهم يراجعنا ونجري لازم في الضوابط والتعليمات. ما عنده راتب مثلا الاخ عنده والاخت معوقه وما عنده راتب، هاي شلون؟ اكثر شيء تلاقيهم سجينهم كمعوقين الاغلبيه الحالات اللي صادفتنا، اضافه لان احنا ذكرنا انه اضافه للحمايه الاجتماعيه راح يكون ذوي الاعاقه واحتياجات خاصه، لانه الراتب المعين هو للمعين وليس للمعاق نفسه.